للحديث عن تورط إيران بتعريض الملاحة في الأجواء العراقية للخطر، معنا هاتفيا من هلسنبورغ باحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد. مرحبا بكم. إذا واشنطن تايمز تحدثت عن أعمال تشويش أثرت في 12 رحلة جوية على مسار شرقي العراق، هذا المسار الموازي لإيران. ما العواقب المحتملة إذن لهذه الأفعال على السلامة الجوية والطيران المدني في المنطقة؟ بداية تحية طيبة لك أخي الكريم ولكل متابعي قناتكم الموقرة. حياك الله. سلامة الطيران المدني تعتمد بشكل كبير على جهاز الملاحة وتحديد المواقع، وأي تشويش يضر بعمل هذه الأجهزة يؤدي إلى ضياع الطائرة في الجو وفقدان الاتجاه الذي يعتمد عليه الطيار في مساره. يعني نقدر نقول أنه نظام الملاحة هو بمثابة الزجاج الأمامي للسيارة، لكن يستخدم في الطائرة. لا يمكن أن تقود الطائرة دون معرفة اتجاهك وارتفاعك وبحسب توجيهات أيضا من برج المراقبة. الأعمال التشويش هذه تؤدي إلى احتمال وقوع تقاطع في خطوط الطائرة مع طائرات أخرى، أو دخولها في مجالات ممنوع الطيران فوقها، كأن تكون مطارات عسكرية أو مناطق محظورة ممكن أن تتعرض الطائرة المدنية لإطلاق نار من دفاعات جوية بسبب دخولها للمناطق المحظورة، وكل هذا نتيجة فقدان الاتجاه الذي يعتمد عليه الطيار في نظام الملاحة. رب أيضا سأل يسأل يعني السبب ربما سيطرة إيران على الوضع السياسي كما تعلمون والأمني في العراق، وعدم الخوف من ردات فعل من الحكومة في العراق تجاه هذه التصرفات. إلى أي مدى يمكن أن تسهل هذه الأعمال وربما تكون بابا لتطوير قدرات إلكترونية عند طهران في هذا المجال أيضا؟ للأسف يعني ثبت في جميع المجالات بأن العلاقة مع إيران لن تصل أبدا إلى مرحلة النضج في أسلوب الاحترام المتبادل. إيران دائما تتعامل مع جيرانها وخاصة العراق بتعالي وبأسلوب صاحب السلطة والنفوذ والرأي وعدم الاهتمام بالآخر. هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات الإيرانية دون مراعاة سلامة الطيران المدني فوق الأراضي العراقية، هي تتذرع لأنها تقوم بهذه الإجراءات لحماية مجالها الجوي من الطائرات المسيرة، لأن هذا التشويش لا يؤثر على الطائرات المقاتلة. الطائرات المقاتلة مزودة بأجهزة ملاحة دقيقة وقادرة على أن تتجاوز هكذا موجات لتشويش الإشارة الملاحية، ولكن يمكن أن تؤثر هذه الإشارة على الطائرات المسيرة، ولكن بنفس الوقت تؤثر على الطائرات المدنية. فلا يمكن أن نعتمد على ذرائع إيران وتعريض الملاحة الجوية فوق الأجواء العراقية لخطر السقوط أو التصادم أو الدخول في مناطق لا يجوز للطائرة المدنية أن تدخل بها. إيران لا يحق لها أن تستخدم أراضي الغير وأجواء الغير لحفظ ما تدعي بأنه سلامتها مقابل تعريض الآخرين للخطر. يعني في أقل تقدير على الحكومة في العراق أن تقدم طلبا مثلا بالتحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل تأكيد السوداني أمام الأمم المتحدة حرصه على ما سماها السيادة الوطنية، ألا يمثل ما حدث خرقا لهذه السيادة؟ الخروقات الإيرانية مستمرة للسيادة الوطنية العراقية، ولكن لو تكلمنا عن موضوع عام، لأن الطائرات التي تحلق في الأجواء العراقية تحمل مواطنين قد يكونون من أي دولة في العالم، ولذلك الموضوع يتعدى موضوع السيادة العراقية أو القانون العراقي فقط، إن يصل الموضوع إلى القانون الدولي وقانون الملاحة والطيران المدني الدولي، ينص وفق اتفاقية مونتريال في الفقرة دال من المادة أولا على أن اعتبار أنها جريمة دولية ومخاطر للطيران المدني كل عمل ممكن أن يدمر أو يلحق ضرر بتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية أو النظم الأخرى اللازمة لتشغيل الطائرة.
أو أن يعرقل تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال أن يعرض سلامة الطائرات للخطر وهي في حال الطيران، وهذا ما قد يتسبب أيضا بتعريض حياة الركاب على متن هذه الطائرة للخطر. لذلك تعتبر هذه الأفعال جزء من الجرائم الدولية التي يجب أن يطالب العراق مجلس الأمن والأمم المتحدة بتنبيه إيران إلى إيقافها ومحاسبتها على هذه الأفعال. أيضا ما المطلوب من هيئة الطيران المدني في العراق؟ يعني كيف تعتزم حماية سلامة رحلاتها الجوية في المستقبل بعد هذا، بعد ما حصل من إيران؟ قانون الطيران المدني العراقي وضع أسس لحماية المجال الجوي للملاحة الجوية المدنية العراقية، وهذه الأسس تنص في كثير من موادها القانونية على وجوب الحفاظ على سلامة الطائرات من خلال إجراءات عديدة، ولكن فيما يخص عمليات التشويش التي تقوم بها السلطات الإيرانية يجب على الطيران المدني العراقي تنبيه أو عقد اتفاقية تضمن حقوق العراق في المجال الجوي فوق أراضيه والمناطق التابعة للسيادة العراقية، ولكن الاتفاقيات يعني عهدناها مع إيران سواء كانت اتفاقيات على المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري أو السياسي، كلها اتفاقيات تضمن حقوق الجانب الإيراني وتهمل حقوق الجانب العراقي، وإذا كان هناك على مضض بعض الحقوق العراقية لا يتم الإيفاء بها بنفس القدر الذي تطالب به إيران الحكومة العراقية بالإيفاء بمصالحها وتحقيق ما يمكن أن يضمن لها نفوذها واستمرار سيطرتها على العراق بكل المجالات. نعم، من هلسنبورغ الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، شكرا جزيلا لك.